أخبار اليوم. بنسجل الكلام كله يا امي. تحيا مصر، الله اكبر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وربنا يخليها لك. تحيا مصر يا رب. الراجل الفكر اللي حاجه خلاها تقول ايه؟ ربنا يخليه يا رب ويكفي شر ولاد الحرام. ربنا احنا اتبهدلنا من غيرهم، وهل ربنا اللي بيكلمك يا حمد؟ ربنا يهديك يا سيسي، ربنا يصلح الحال ويوفقنا في حال البلاد ان شاء الله. المرض يا ابني مسودي هو يا عم احمد.